مشيت لعندي ما نقولك بعد طلاق أول ثم تزوجت مرة ثانية، ولكن الزواج أيضا يمر بعاصفة وبخلافات. جات تقول ولدها في الشارع يتعاطى في الحرابش، وطبعا ما تابع الحرابش، تحب تنقذ ابنها وتحب أيضا تنقذ حياتها هي أيضا المهددة، حتى مع الزوج الثاني اللي حسب ما تقول هي ما قامش بواجباته كاملة. اليوم استدعينا زوجها بالطبيعة الثاني، مش الأول، الثاني، باش نحكيه معاه ونشوفوا علاش وصلت هذه العائلة وهذه الأسرة أصبحت مهددة، وعلاش ما يتلمش الشمل ويوليوا عائلة معناتها تعيش الاستقرار. ريهام مرحبا مرة أخرى. أهلا بك عبد الرزاق. أهلا بك. مرحبا بك. أنا الليلة مانيش وحدي كما كل ليلة، قاعدة بجنبي سي محمد. مرحبا بك يا سيدي. محمد منين جيتنا أنت؟ من صفاقس. طبعا في البرنامج ولا؟ أي طبعا. أنا نحبك تضحك يا محمد، أنت عبوس من قبيلة شو محلاها تضحك. لا 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 باهي. شو عم في حياتك؟ أنا خلينا عامل يومي. عامل يوم. معرس عندك صغيرات ولا؟ معرس على ولا ومطلق ومعرس على واحدة أخرى. معرس ومطلق ومعرس ثانية عندك منها صغار ولا؟ لا لا. ما عندكش. باهي. عندك شك فكرة شكون جابك وحدينا الليلة، شكون استدعاك؟ جملة. ما خليكش انا هكايا مشخشب، خليك تعبت بحدا عبد الرزاق وغادي تشوف شكون صدعك. باهي هاي محمد تفضل. ميرسي. أهلا بك محمد. مرحبا بك محمد. أهلا وسهلا. شو أحوالك؟ أهلا بك محمد. تغير تفضل. محمد بوغوس يظهرلي خذيت برشا نساء. قداش من واحدة محمد؟ ثانية. ثانية؟ مش ثالثة؟ لا ثانية. مش الرابعة؟ لا لا. اثنين بركة؟ وذي وكهو؟ اللي خذيتها الأخرانية كهو؟ الأخرانية إن شاء الله. هذه عن حب ولا لا؟ بالطبيعة. تحبها؟ أنا ما نحبهاش. هيا باهي مادام خذيتها تحب. والأولى علاش طلقت؟ ما تفاهمناش. ما تفاهمتوش. والثانية متفاهمين؟ بحول الله إن شاء الله. بحول الله متفاهمين. إن شاء الله. الحمد لله. يلا فما شكون استدعاك في عندي ما نقولك ها؟ ها؟ عندك دعوة في عندي ما نقولك. هاي سمعتك. باش تشوف شكون؟ استدعاني. استدعاك. نشوف المؤشر الأول اللي يقربك محمد، شكون استدعاك؟ يلا نشوف المؤشر الأول. ناس بكري قالوا تمشي عبيد وتجي عبيد ويبقى كان حجر الواد. تمشي عبيد يا محمد وتجي عبيد ويقعد حجر الواد. ما تقربكش لحد. نشوف المؤشر الثاني. يلا 3 2 1. ناس بكري قالوا اللي خلق ما يضيع. أولادك من المرأة الأولى سافا؟ إيش عندك أولاد من المرأة؟ بنية عادي. عندك بنية لاهي بيها؟ لا شفتهاش أنا عندي. ماكش لاهي بيها؟ ما شفتهاش عندي، قدك مشاكل ما عرفتش. قد إيه عندك ما شفتهاش بنتك؟ 13 سنة. 13 سنة ما شفتش بنتك؟ وعليها ما؟ أنا غالب ظروف. ظروف كنت ولا فما موانع؟ لا مش ثم اسباب معناتها. من الوالده نتاعي، الوالده نتاعي لاهي بيها قبل حتى توفيت، والوالد نتاعي فهمتش ولا قعدت كل فهمتش ولا اي. لكن هذه بنتك معناتها كنت تنجم تمشي وتقابل بنتك. راه كبرك بنتك. كبرت. قد ايه عمرها؟ 13 سنه. 13 معناتها خلي لها بنتها. هاي عام ونفسك يعني. متوحشتهاش محمد؟ متوحشتش بنتك؟ متوحشتش بنتك؟ ثبت لي. راه مش قلت لك توحشتها، قلت لك ما توحشتهاش. قلت لي انت لا في قلبي فهمتي ولا متوحشتها. مش نجم انا خاطر هي قريبه ليلي فهمتي، ثنية قريبه ليلي نجم نمشي انا نمشي لها فهمتي ولا. اما دار صعب ياسر وما فهمت كيفاش ولا صعب ياسر.
صعب ياسر. دار شكون؟ دار مرتك؟ هاي دار مرتك. لكن هذا بالقانون راه تشوف بنتك راه. أنا غالب. ما لا ماكش تدفع في النفقة نتاع بنتك؟ لا دفعت، ندفع 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 وبعدها الله غالب. ما عادش تدفع. ما شكيتش بيك زوجتك؟ ما نعرفش تو شكيت ولا ما شكيتش ما نعرفش. ما عندكش فكر؟ ما عنديش. يعني عرستوا وطلقتوا عندكم بري وما عادش تحكيوا مع بعضكم؟ جملة. عرست هي؟ ما نعرفش. نكذبش عليك. ما تعرفش بنتك وين تعيش؟ محمد سقراف، معناتها أنت ما تعرفش بنتك اللي من صلبك وين تعيش بنتك؟ ماكش خارج كبر. في دار أبوها، في دار أمها، مع دار أبوها في السلطنية، فهمتي ولا؟ هي ما عندكش معنى. أنا ما عندي، أنا ساقي رزينة ياسر وما نمشيش. ما نمشيش. واحد ما تكون ساقي رزينة على بنته. ساقي رزينة على أي حد. اسمع كي أنت مش تمشي بنته. مش تمشي. فهمت ولا يا في يطلبوا الشرطه اذا فهمش على النفقه وفهمت كيفاش ولا يولي ياسر مشاكل ولا ما نحبش نطلع انا قديمه بقدري فهمتي ولا هي بنتك ولا ما هيش بنتك؟ لا بنتي شنو بنتي بنتي بنتك بنتك, بنتك من صلبك من صلبي ما نهار اخر ما تخافش محمد بالحق انا اخوك راه نحكي معاك اعتبرني اخوك نهار اخر تكبر بنتك يا محمد وتكبر انت يعني كيفاش تكون العلاقه خممها قول انا كبير في الفرش بعد عليك الشر وتجي بنتك تزورك بالله شو شكون موقفك أمان حطها في مخك التصويرة ذي راي تصويرة قاتلة راي تقتل 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 تصور انت كبير عمرك 75 سنة وجيت بنتك بعد هالعمر ذي باش تطل عليك وتسمع بوها وباش تكبر وتجيك شو شكون موقفك شو تقول باش تقول تقولك علاش ما طليتش علي شبيك ما جيتنيش باش تقول عندك جواب لهذا يا محمد عندك جواب لهذا محمد خمم فيه أمان خمم فيه النهار هذا الله أكبر أخواتك ما نصحوكش حد ما قالوا لكش أنا وحدي تعيش وحدك أنت؟ أي عليه وينهم أخواتك؟ أخواتي كل واحد على روحه ولا ما قدك ديما حد يحد روحي فهمتي ولا تو أنا في دار بويا وحدي فهمتي ولا أخوتك معرسين كل واحد في عندي أخويا الفوق يسكن في الزمية والآخرين كلهم كل واحد في الشيرة فهمتي ولا ثم الكاري ثم الملك وكل واحد علاش الدنيا هكا محمد علاش علاش الدنيا هكا علاش عرست هو دير ما خاطر قعدت ليه علاش العائلة ماهيش لحمة مان علاش وليت نحس العائلات وكأنه الأسرة ديما فما مشاكل فما دي بروبليم كبار تبدل كل شيء تبدل كل شيء محمد البو ما عادش يحن على بنته كيما أنت ناخذك مثال للزوجة تعارك رجلها تعارك أمها معناتها ولينا في مجتمع بالحق وإن كان مشكلة في مشكلة كي نقول لك جبت لك بنتك مستعد تشوفها هنا مستعد تشوفها ساعات تقبلها؟ ما نعرفش تنجم؟ صعيب تشوف قداش كبرت وقداش مزيانة قداش محلاها قداش بنتك باش تدوخ انت تو بالحق باش تدوخ بالحق باش تندم باش تتعذب من الداخل انك البنية هذية سيبتها أنا معذب من داخل على بالي بروحي معذب أكون صبر في روحي وبركة ديما صبر في روحي خاطر كنت أنا كما قلت لك الوالد الله يرحمه ونعمه وبعد الوالدة فهمتي 13 سنة وأنا في الدار اللي كل شيء قائم به مالا فهمتي أنا صغير في الدار فهمتي ولا وزيد طبعا عندي مشكلة أخرى أنا تو أنا في الدار ومعرس على جديدة والمرأة جديدة هذيا وزيد الدار تو مش تباع فهمت كيفاش ولا دار واحد يخرجوه يحبوا يخرجوني من الدار فهمت كيفاش ولا مكتوب على البيع باهي انا وين باش نمشي انا تو المرأة جديدة هذه وين باش تمشي مشكلة أخرى محمد وأنا إنسان تو كنت نخدم قبل كنت لاباس عليا فهمت ولا لكن صغير محمد وبقوس معناتها تنجم تخدم قبل محمد كنت لاباس عليا كان عندي زحوانات في الريقة فهمت ولا نبيع في الدبشة فهمت ولا الله غالب انا خديت الاولاد هي الله غالب بعد الثوره بعد الثوره تحت الامور لا كل لا لا قبل قبل انا قبل انا عندي تقريبا 13 سنه ولا 14 سنه في الدومين هذا يعني ليه معناتها تعبت في العمل تعبت بعد الثوره ولا من قبل لا بعد في الثوره معناتها في الثوره تقول في البريود هذيك كانت صحيح امانه حبيت كلمه بابا تسمعها
فماش ما يرق قلبك وتمشي لبنتك. يزبك انت تمشي لها محمد، يزبك انت تمشي لها في اقرب وقت. خذ رأي يا ما نجمش نمشي ومية ويدي يطردوك يعملوا لك ما نجمش. خلي وصيت تمشي كان مضمن، تمشي كان بشترى بنتك، وصيت يجيبها لك وتشوف بنتك وتعنقها وتبوسها. خذ رأي مش نهار آخر ما تندمش محمد. يلا شوف شكون استدعاك محمد، شوف شكون استدعاك. 3-2-1 طب ثبت. شايفني ولا شايفني؟ ثبت مو زين القصرين هيا مرت. شكون مرت؟ مرتك شايفني؟ خافت. اش بيك خفت من محمد تو؟ خاطر مع البلوش وخايفة يتغشش هنا. مش بيدو راقدي شنو مرتك ولا ما هيش مرتك؟ مرتي. قولي ما هيش مرتك. لا مرتي نعرس مرتي. شبيك دهشت؟ سلام عسلامة. تكون سبتك انت هنا مش كل على شيء بنت هنا ما كنتش تصور. كنتش تصور محمد ديخ بالحق. تصدم محمد المراضية تحبك برشا وانا نعرفها، ولكن خليني نكون معك صريح. تخمم في الطلاق. شكون هي تخمم في الطلاق؟ شنو تخمم؟ واسألها علاش. اسألها شنو اللي سألها علاش؟ علاش اسألها قل علاش تخمم في الطلاق؟ تخمم في الطلاق انت؟ انا خمم في الطلاق مش معناها انا نكرهك ولا نحب نبعد عليك ولا نعرفك ولا فاميلا. اما اللي تعرف حاجه اقوى مني، حاجه اقوى مني. شنو هي الاقوى مني؟ انت تعرف شنو هي؟ تعرف انت لو مره كيف انا عرست عليك حكيت لك حكايتي، قلت لك انا راني نحب نتحامى بيك نعيش معاك فهمتني، وعندي ولدي مدمن، عندي بنتي صغيرة تحبني مربوطة بي. باي ولدك عارف ولدك انت ولدك جبته للدار هنا ولا؟ اي جبته للدار ما كملتش. لا شنو؟ ما كملتش جميلك انت. شنو مالكش نعمل له ولده؟ انا ايش نعمل له؟ انا قلت لك راهو مريض. قعدتوا معايا شهرين انتي لحظة صغيرة. انا طلقت من الاول. لحظة صغيرة ماذا انا بدي؟ قعدتوا شهرين معايا ولا؟ اي صحيح قلت. راجل معاه هنا ولا؟ اي شو طلع يعمل هو؟ انت تعرف وانا قلت لك شنو هو اللي يعمل؟ لا ما يلزمه الدواء. اي انا قالت هو يشرب في الحرب. ايش حكيت؟ قصه قالت يعني لكن يلزمه فتره باش يتداوى. انا ايش عامل له فتره؟ طيشوه في الشارع؟ انا اخي طبيب انا مش عيلة قاعد نسيس فيه نقول له في مورو نجيب له فطوره نجيب له هي تعرف هو كلمها ولا تعرفني رجولي ولا؟ رجولي انا ولا؟ ما نجمش تكمل بعد ما نجمش تكمل. شنو؟ بعد قلت لي كوك وابوه اولى بيه و اي ايش نعمل له انا؟ لا اخويا انا مساعدنيش الباص انا في الدار. لا 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 ما يساعدكش من ناحية محمد. شنو مال شنو يتكيف في هكا؟ لا انا مساعدنيش. ما هو يزول انا مساعدنيش في الدار يهديك الله. عندي شوف مالك كيف يا شريطة وانت خذيتي؟ انا قلت لك من الاول هكا قلت لك عندي بنتي زاد جيب لي الواحد يتكيف في الدار وبونتات واحد يقول شينا. شنو؟ ولدي حربش كورا ولدي حربش يحربش في داري يسكر تعبت باسيني. لا مش عيب ثم برشا وحيد كيف هو شنو دبو هو الدواء تونس كاملة فيها 12 مليون الناس كل كان هو سبحان الله ما تربع يا أخويا أنا تعرفش قلت له سعب الرزاق ولا مقبلوش ولدي ضايع أنا شوف عنا قديش رجولي قلت وانتي مدمن قلت شين وانا نعرف الدولابة بيه طيب قلت وانك النهار اهو قدامها هي نجيب لك وقعد في الدار مش الممنوعات نجيب لك شحال فهمتي ولا؟ اي اي وزر بقعد في الدار في ايش عليه؟ فماه ومن بعد اقعد بحذايا بحذايا اقعد شوية تحت عيني ما يصير شيء ما تحركش لا تخرج تعمل لي مشكلة لا تحرك لي مع ولد الحومة وانا بقدري غادي نسكن تحبني الحمد لله خاطر غادي انا نسكن في ربط راهو في ربط في ربط انا نسكن ولا سكنت تعرف نسكن تحبني غادي
ما يجيش هنا تو الوليد نتاعها يخرج يعمل هكا ويهربوا ويعملوا ثمني ولا ما يساعدنيش. عمل لكم مشاكل في الدفاع؟ اي باهي ولدك شنو راهم؟ ولدك البارح وين جاء البارح؟ البارح ما نعرفش عليك شنو البارح وين جاء؟ قالوا لي مضروب. شنو عمل البارح؟ انا جاي ما نعرفش عليكم شنو عمل البارح؟ انا في تونس انا مع البارح شنو في تونس انا جاني تليفون اي اي شنو اخذ تاكسي ايه ولدي في الشارع ضربوا ايه انا ولدي اللي يجيني مضمون يا اخويا قلتك مبقاش يجيني ولدك للدار جا تاكسي شنو ما فهمتش جا ولدها لا الليله هي ما لقاهاش في الدار جاي لوجه عليا بالدمية فهمتي ولا يا عليه انت هكا يجيني كله بدمية ايه ولدي في الشارع قدام مضروب التاكسي مضروب شكون ضرب وانا ما نعرفش شكون ضربوا ايه ولدها قداش عمره اعطيني اوصافه 27 سنه عمره ولا 27 سنه الراجل ايه مدمن في الشارع 27 سنه ولدك عمره ايه توا ولا تجم تقول اي نعم سي عبد الرزاق اما ما 27 كبير عنده مسؤول على نفسه سي عبد الرزاق عنده انس خايب صغير لو تحكي لي عليه سي عبد الرزاق حكيت لك بالضبط من اللي هو معناها من العشرينات انت لو ايه من خايب وانا اصغر 18 19 نعم حاولوا ننقذوه نحاولوا ايه انا فهمت انا قلت له عاونني نزلوا الطبيب داويوه الطبيب انا نزلوا طبيبة أنا نزل طبيبة تطبيبة شو أنا مش نزل إنسان تبارا مش نزل طينة قد بارا طينة في طينة مركز الإدمان تبارا مش نزل غادي شكون يعني مش نزل أنا أنا عادة نزل وعي شنو اللي كلام لازم ولد الداوية هكا ولا نمشي معاك انا ما يسالش اما مش الداوية انا مش نسرق له انا متعاونها تقصد معاك نمشي معاك نورمال تعرف نمشي معاك هي ماديا تعبه فهمت باش تعاوني انت اي ماديا باش تعاوني انت تكلم انت انا قلت لك عاوني يرقد على الاقل لك تحت مني ويضربوا فيه الناس هكا تشرد عليه يا رسول الله انا خذيتك انا نحب نتحامى بيك انا الناس الكل طردتني انا ابويا قال لي سيبني انا تعبه راني صغار متشردة مع شرقة بو وينو يا 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 دالندا ما حابش يقبلو ما هو بو اعطيوني كسماء بو ما حابش يقبلو بو ما حابش يقبلو بو للتولى كسماء بو اعطيني بو بو ما يحبش يقبلو بالكل للتولى قابلتو بو انت لا تعرفوش لا نعرفو ما يحبش يقبلو بو مش مستعرف به بو مش مستعرف به للتولى قال سنة الله ملي عمرك 15 سنة قلت ما 16 سنة ما يعرفش روحه تو شنو هي شي عمل ما يعمل ايه بو مستعرف به بو تو طفل صغير وليد في النسيت واش صغير واش صغير واش صغير راهو اي اموره النفسيه تعبه طفل مدمن متفهم هي مسكينه تحب ولدها تحب ولدها مسكينه والله غيظتني انا تحب تنقذ ولدها زاد ما لقاتش شكون باش تقرب باش تقرب لك انت باش تقرب لي انا باش تقرب الراجل الاول البو اسمعني يا اخي انا تحب تنقذ ولدها ما حاجه حتى بشيء وي سنترت وما حبش يسنتر يا اخي انت مش تعمل شنو يا ولدي كيفاش سنتر شهرين اش معناتها سنتر معناتها انا نحب معناتها الرجل لك امورك اه تلاها بيك تقصد تلاها بيك فهمتني ولا انت في الدار تاكل تشرب متهن اي متهن يا خويا بعد على الشيء هكا نجيب لك شيء يا خويا انت تعب تشرب انا مش قال لك لازم نديوها يا خويا وقعد في الدار وقعد في الدار اقعد في الدار اشرب ما يسالش ما يطلق ليش انا المهم ما تخرجش يا ودي مش شرب ما تعمليش مشاكل فهمت يا سي عبد الرزاق ولا ايه لازم من هكا يا خويا ايش تعمل انا ما عندي ما نعمله يا اخويا انا عندي بنيه زاده بنتها عادي انا بنتها عندك انت زاده شكون؟ اما البنيه لا انا شوف انا انا قابلتها الطفله خليها تقرا على الروح انا مانيش ولدها فهمتني قابلتها تقرا مش انت باهي يا اخويا نجيب الطفله والطفل وشكون باش يصرف عليهم هذوما ولات عائله ولا انا خدام حسين يا اخويا وتو مريح ما تخدمش ما يخدمش اش مش نعمل هي الطفلة عند شكون هي عندي هي أنا عايشة معاك وقابلها انت قابلها عمرها لا قابلها انا كي بوها راهو وهي ما تم بوها انا كي بوها بالرسمي ما دام انا البنية الاخرى ما فهمتش نحكي لك اي عوضت لك بنتك يعطيك الصحة يا محمد راك تغير من البنية كي تبوسني نقريها تقول لي انت ما تغشش مني عايشك ما تغشش انا انسانة صريحة لا محمد شو عندي انت تحبني ما تغشش انا كهو ملاقاة تحبني أنا كهو فقط ولدي لا بنتي معني تغير منك أنا نقريها ولا نصهر بحدها ولا تبوسني يا ماما ولا حاجة تحس محمد تتغشش منها
انت راهي خايفه منك لي شو شو انا اللي فهمت وخايفه منك اسمعني 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 اش قلت انت بنتك شبيها انت مثلا كيف نقرب من بنتي نقريها كما توا نقريها قدك ما تقريها إيه انا تخري في بنتك إيه تخريها 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 وحيانا وين لا يا اخي انا ما تخرينيش انت مش هكا ولا شي تقريك انت مش تقري هي تذم تو انت مش قاعده تخريها 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 انا الراجل يفد كيف قري 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 غير مش قري قري لا يحبك تقري هو يا دلد قري هو سعد الرزاق غير منها ما غير شو غير منها أنا هكا هو قالك نحبها كي بنت لا 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 مش غير منها لا الكلام عمره بيصير كيما هكا مش غير منها انت تروم البندق ياسر وانا ما كلمكش فهمتي ولا قديم انا مع الريش اما على الاقل روم الراجل شويه روم الراجلك شويه روم الراجلك يا دلنا شويه لا 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 شويه هكا وشويه هكا ما قلت نحب وين عليك بالله انا خايبه لا انت انا قبل خايبه انا مش قايمه بواجبي في كل شيء انا شنو انا قايمه بواجبي في كل شيء في الدار مش ليه هي بيك نظافه ودنيا وتطيب وكذا انا مدلتك الولايه انا ما عملتش انا وين ننظف ولدي الثاني انا ننظف انا نمسح انا كي تبدا ما نعملش انا نعمل والله انا انا انسان ما تنزحش ما تنظفش انا ما ندوش مشي كي كي ما نلقى حاجه هكا حاجه معوجه ما نلقى المانع نمانع قلها يا انا نجز انا مزغص سبحان الله انت باش نقضي بيك على النمال في تونس الكل الكل ان شاء الله النمال الكل باش يسيبك عليه انا مقصره انا مش انا قلت لك مقصره انا قلت لك وحدك هكا تعمل شنو انا قلت لك مقصره أمانة هيك البلية عندي يا أخويا سبحان الله إيه يا أخويا أنا إنسان أخدم نستيعر وحدي فهمتي ولا أنا نقريزي وكا ويا تقولك كيفاش تعمل سي عبد الرزاق تعود تخلي عود أنا فهمت ولا خليها توفيحة الدنيا شو عندك فيها عندي وأسرع حاجة باهي خليني نفهم محمد حاج يعني أنت المرأة هذه تحبها وتعيش معها معها بنتها بالنسبة لولدها غير ممكن لا شيء ماخذ قرار نهائي؟ لا ما معناها الطفل يخرج في الشارع معناها لا لا شوف انا دخلت لك للدار فهمتي ولا وعملت معاك المستحيل وقدامها هي باهي نغطي نعمل اما وفيت الحكايه على خاطر شنو ما نعطيوش فرصه اخرى لا ما هو لا ما هو متاكد اللي ما ترجع بنتها تدلل تدلل عينيها هو لا. ولكن المراه هذه مسكينه كيفاش تقعد هكا بلا شو انا ولدي في الشارع هكا هي توا معذبه ماهيش مرتاحه معاه اذا ولدها بعيد هي مش مرتاحه اخويا تفهموا تفهموا على اساس نرجعوه ونحاولوا نهزوه لتينا ونهزوه للمركز هذايا ونحاولوا نعالجوه اسمعني اسمعني خاطر انا في دار بويا وعندي سبعه فهمتي ولا يحبوا يخرجوني من الدار اذن كي انت مش تجيب تزيد لاهر مش تولي لي مشكله انا يعني خاطر تجي اختي سامحني كي تجي انت اختي ضيفه نهار السبت نهار الحد يقول لك نجي دار بويا فهمتي ولا يتلمدوا الجماعه تولي انا ما يساعدنيش نلقى الاخر هكا فهمتي ولا ما يساعدنيش تولي لي مشكله انا كري الدار انت كري الدار كيف الدار مش يبيعوا الدار وقال لك رجع روحك كري الدار اخدم على روحك كري الدار نجيب مثلا ولدي نعالجو تتعاونوا عائلة واحدة فهمتي عليه ترضى انت ولدي انا في الشارع عليه انت ايش تحب انت انت اه انا عارف. اسمعني اسمعني تحب نمشي انا نحارب معاه ونمشي كله ونتقعد في الدار مع بعضنا وين الزقه اللي عندي كل شيء انا مثلا نقول لك انا نحب نمشي معاك ونمشي معاك في الخط قال لك انا نحب نفيق يا امي انا نحب معناها ايش باش نعمل له هذا مش انت وين زعبر الشارع يعني ابوه يا انسان مدمن هذا ايش باش نعمل له يعني ابوه انا قلت له اعمل حربوشه قلت له زطله هو مو ضحيه زاد ابوه الاخر انا جبته انا هذه في رمضان تعرف وجهه ولا قال لها وجهه ولا قدك تبارك الله عليه اللهم صل مزيان وليد يعمل كيف يعمل كيف ما نكذبش عليك هو ما خليش روحه ما هو كل الشيء اللي يتعاطى فيه الشيء اللي يتعاطى فيه يا اسمعني يا سي يسري يا هاو الليم هاو العنب هاو الهندي شنو سبحان الله مش فهمت ولا ما انت واحد ايه انت قلقت في ساعه قلقت في ساعه قلقت شنو قلقت تزطلي في وترمي البون تحت الواحد تحب تباصيني ليش بيك زطلت في الدار مع البالكش انت ما قلتلكش لا لا ولدي ما يزطلش ما ليش يعمل ولدي حريبش 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 ليش يعمل ولدي حريبش 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 شنو حريبش بحريبش ما نعرفش شنو صار حريبش يزي قالوا حريبش امور نفسيه تاعك صغير ليلك انا معناها انا ابوه معناها انا صغير ليلك اسمعني 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 انا مانيش صغير ليلك راهو انا عمري 53 سنه مش نقبل نعرف كل شيء الدنيا كلنا نعرفها
نعرف اللي يشم ونعرف اللي يسطر نعرف وجهي مانيش يهمني لك انا ترمي بولنا تحت الواحد يعني ما تقبلش ولدي معك في الدرب حتى يبرى معايا هكا وفيق على روحي وهكا فهمتني من بالله هاي خل نختم معاكم دال انت هك سمعت موقف محمد شو سؤالك تو الاخراني حلو سؤالك اللي حبيت تقوله تو تسال في محمد شو قلت له انا قلت له ولدي نحب ولدي يبرى وتعاوني انت معاه تخلي معايا في الدار ولو بنتي معناها تنحي هك الغيره نتاعك وتقعد عادي طبيعي تبراكي بنتك فهمتني شنو عادي انت هاي قلت شبيه في تحكي هاك انت مقاش تعود حتى بتفدلك بيها تانا ولدك نهار اللي مجيك مجيك من ملعون تقاديها من دربوك الدار وعمل لك ايه وتعرك ثانية بالبونية بزل فيها وطيحني شاركني هذه لغة هذه تحكي بيها تاع الاخضر انا وفا تحب نعود انا نعمل مشكلة خلا ندخل الحبسة ولد وما تحلف فيه راهو انا ومش قل لك انا عاجة اما هي اللي بردتني ولدي خاطر هو اللي يخضرني هو مش ولي سيرفيس صالوني ولا حاجه كيما قلت لك انا امانة راجل اما كي تطلع انا ما نركبش اما هو خضرني وهي تتفرج هي تتفرج شو اعتدى عليك؟ جاني وقت جمش يجيب مرتي ومشكله كبيره صارت وبعد دخلت الحومه كانت دخلت بعضها واحد وماشي حبيت بردت لحظه صغيره ما تحكيش كلمه مش تحكي معايا ما غير ما تحكي كذب انا كلام سرير معايا انت مرتي ولا تكلم معايا سريع شارب هو نهارته ما هو الناس كنت تتورس كان تشرب كان هو معناتها يحب يقول لك فما اعتداء كيفاش تحبني الرجل قليل واعتداء عليا فهمت يا دالندا يلزم نفهموه زاد هو في وضعي مش في وعي ولدي مش في وعي مش وياه وش ما هو حاسس حيتني انا عارف يعني خليك بيه سعد الرزاق يعني يوم اللي مش اقولها انا في البلاد اسمعني ابنها تشرب انسى تشرب وما يعملوش كيما ولدك الناس الكل بمخاخه تمشي بمخاخه تجي بمخاخه هذا شيء انا تو انا نشرب نمشي لدار جاري مش نضربه واللي نمشي نعمل مشكله هي زينه يا هذيك الله ثم شيء ثم مخ راهو الطفل مريض تشرب ثم مخ مخ شنو مخ المخ ما نعرفش ثم مخ النفسيه تاعي اعطوني حتى جوابه باش زينه يا هذيك الله فهمتني ولا ما يلا محمد اقف لي هنا محمد داي عندي زوج اسئله في النهايه بالله ساعه اش قلت ما لقيتش حل انا ما عادش انا اي شنو العدد اللي نحبه طرد واخواني دارنا ما يساعدهمش وانت ما يساعدك شويه صغار يا ولدي مشرد كيفاش اي شنو نعمل لك انا كيفاش انا مش مرتاح عندي قضيه انا نرقد في الليل انا تقعد تعيط انا قعدت تلقاني في قصر الرئاسه تنطق عليهم واش على بالي انا في الليل نقوم نعيط انا مرت كيفك اذا مش يرضوني حتى انا مش يرضوني يلا محمد اقف هنا قابلني محمد يلا محمد يا محمد دلان دايق فغاد وين يا محمد وين الله يلعب يمشي يا ابو لا أما فاست بنتك حلوة دوختك وقتها استغفر دلان نعم هذا يا محمد زوجك شنو طالبة منه يعاوني على ولدي يعني يقبلني ولدي في الدار حتى يبرأ يقبلك ولدك في الدار حتى تعاوني انا عرست عليك راهو باش تحميني وباش تعاوني في اصغاري بنت انا حميتك انا ولدي في الشارع محمد ما تجاوبش خلي بعد تجاوب كمل دلند عاوني على الاقل يبرأ عاوني على الطفل دلند نعم عاود لي اش حبيت تقول لمحمد انا نحب ولدي يبرأ نحب ولدي يداوى نحب شكون يعاوني ساعدني ساعد ارحم ولدي ساعدني انا حاشي بولدي راني انا ما نرقدش في الليل انا بولدي راه لا انا ما نرقدش في الليل صحيح ما ترقدش في الليل لا بالرسمي ما نرقدش انا خاطر ربي في الشارع على بالك ولا هاي بقى اعطيني انا اش باش نعمل لك اقبلوا عندك حتى شويه هكا حتى يبرفيق شويه كيفاش نعمل قولي اش نعمل انا انا ما عنديش باش نداوي انا ما انت ما تنجمش مريح انت توا اش نعمل انا اش نعمل نعمل اقبلوا لي الساعه هكا يركح شويه نزول قبيل بالله اش نعملوا بالله غلطت معايا ولا قبلوا معايا يا ودي مش في وعي يا ديك ربي اصلاح مش في وعي في وعي وخلنا مبقاش تعودها كلمة في وعي هذه ما صدقتهاش ما تدخلش المخي هذه راه ولدي انا ما تدخلش المخي راهو هذه في وعي هذه ما تدخلش المخي جملة الناس الكل قدك تشرب والناس الكل تزطل والناس الكل تحاربش ولدك مش الكل بالطبيعة محمد لا ترد الناس يعني فما يا زندي ولا انا شنو مش قول لي مش تعمل حاجة أخرى تخرج مش تضرب هذا ولا لا 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 يدخلش المخي هذا الطلب بتاع محمد الطلب بتاع دالندا واضح هو انك تقبل ولدها مؤقتا في انتظار علاجه موافق ولا ماكش موافق لا ولدها لا ما واش موافق يا دالندا ولدك الله يبارك ما ينجم انا خليني نرجع نتشرد انا وصغاري شنو انا مش نقعد عايشه مع بنتي وبنتي في شيره وولدي في الشارع هاي
كما قالوا لك اخواتك. اش باش تعمل؟ قالوا لك اخرج من الدار، انا خرجت من هالدار. انت توا خرجت من هالدار. ربي يعمل الدليل. هاي؟ ربي يعمل الدليل. شنو انا خرجت من الدار وحدي راهو. انا ما خرجتش من الدار وحدي راهو. اه. طردوني اخواتك، انت طردوك في الدار. لا 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 ما تجمدش حكايه في حكايه. خاطر برا امشي. ما تجمديش تو حكايه انت طردوني. يا ولدي جاوبوني. توا هو قال لك لا، انت شنو القرار اللي خذيته؟ انا نحب ولدي برا. انا نحب ولدي برا. انا محتاجه ولدي. باهي ولدك يبرا خارج خارج محمد. مكتوبه طينه من قبل. محمد خل نقول لك محمد شقول ولدك تداويه وتبريه خارج حياه محمد. واضح معاك؟ لانه يقول لك الولد هذا ما نجمش نقبله لعديد الاعتبارات، منها اعتدى عليه ومنها العنف اللي يستعمل والزطله ولا الحرابش ولا شنو، ويخاف من القانون. انت شنو قرارك؟ نعرف قرار صعب تو بالنسبه لك انت. نعرف اللي انت تو في حاله أنا كان حالة صعيبة برشا. أنا تحاميت بيك أنا، أنا ما قبلني حدين على بالك وأنت لو واحد بدي دينا معايا بدي أنا عرست عليك باش نتحامى. عرست عليا أنت عرست عليا بزاف من دبي وولدة معايا ولي بنتك. والله مسكينة تسخش. أنا نعرفك ولد فاميلا وخذيت خاطر ولد فاميلا. ولد فاميلا أنا راني تشرطت أنا وصغاري برشا في الشارع على بالك ولا. أي على بالي. أنا طردوني الناس الكل، أنا بولدي أنا نجي نجيب عذية يقول لي باش نمشيو ضيف احنا انتي انا خليتك انتي ما يقبلوا ما تكلموش محمد يعيش. ما عادش تكلموا خمام يقبلوا ما عادش تكلموا شكو على ولدك لا حتى بتفنيه يعني ما تكلموش لا يعني خلي يشعر باللب لا انتي تولي حاجة غير انتي بتاع قدك انا نسكن في رباط اثم الله راو انا ما نسيرش الحكاية ما تسير ما تدخلش المخ ما تدخلش المخ جملة محمد عيش لكن انا قبلته بالأول محمد قبلت لأول مرة على خاطر انا ما عالبليش ما عالبليش الشيء اللي عمل فيه انا قلت له انا قلت له تو قدام تو نحكي لك حتى قلت له نجيب لك عاجل وضعت في الدار لا مش هكذا ما تسكت خلينا نتكلم وما تعمليش هالشيء هذا فيهاش حاجه هذه ما فيها هادشي الراجل معاه انا ولا مش انت يا اخويا تتكيف وترمي لي واحد مش تباصيني هنا تدخل الحبسه باهي باهي ده انت شنو قرارك تو ترجع لراجلك وتروح معاه وتنتظر ولدك شنو نجموا نعملوا معاهم بعد نرجع بدون نرجع معه ولدي في الشارع كيفاش نرجع معكم ولدي في الشارع شنو اللي ريحتني فيه انت انا متوحشه ولدي وانا فرد بلاد انا وياه انا عندي كاينك طفل على بالك ولا يا عندي بيك عندك انا قال ولدي واش نعمل وانا عندي يا دلت ما تزيدش تخسر راجلك وتخسر عائلتك خلي ولدك تشوف حل مستقبلا وخليك مع راجلك ومع بنتك ومع ولدك ومع أسرتك وولدك لازم أنك تشوف ربما حل مع بوه زيدا يزم يتحمل مسؤولية يزم يتحمل بالقانون يتحمل مسؤولية سمحني نجيبه صغار ونطيشوهم محبش خي شنو نجيبه صغار وطيش محبش يا عبد الرزاق محبش تشكي بيه يا ولدي دب راسك فما قانون في البلاد بو هذا داخل عليه من هو هي على حسب ما تحكي هي فهمتي ولا هي يبيت فوق السطح يضرب يدقدق على حسب ما تحكي هي تحكي الراجل الطفل دخل بعض دخل بعض ولا يبيت في الشارع ايش قررت اش قررت شو قررت انا عرست عليك راهو حكايه فارغه غير ما يعزبك شنو حكايه فارغه؟ هي فارغه انا ما قلنا هذا حكايه فرغه كامله يا بيه وبعدين يا بيه وحاجه اخرى والخدمه يا خويا والخدمه يا خويا والخدمه مش تخدم على روحك ولا ينوب ربي ان شاء الله ايش كيفاش ينوب ربي نقعد واحنا قاعدين رايحين في الدار في تونس كامله مريحه كامله مريحه والله العظيم الناس الكل مسكونه يا رب العالمين كيفاش تحبني نعمل نمشي نسرق ندبر في راسي واحد يقول الحمد لله يا ربي ندبر في راسي مصروف ينطروا معناتها مصروف الدار الحمد لله لا الحمد لله يا رب هاي ايش قررت تقعد مع راجلك؟ أنا حاجتي بولدي أنا حاجتي بولدي أنا نحب كي نموت نموت ولدي بجنبي يزني على كتفه موت ولدك جنبه مش أنا نعرفش على ولدي وين تسلي حاجة أنا ما مريضة أنا حاجتي بولدي أنا محمد ما ريحتنيش محمد حاجتها بولدها بمعنى أنها ما تنجمش تكمل معاك إلا ولدها معاها هذا اللي فهمته دلال يفتح أنا الستار ولا لا يفتح الستار ولد ما يرجع للدار اي داري حسب كلام يعني تكلم خذ وقتك باش تجاوب لا خذ وقتها هي انا مرتاح ياسر انا يعني هي مقرر هاي
يترجع معك انت، معناتها تعيش تكمل معك بولدها بنتها. لا بنتها الله يبارك، ولدها لا. شو رايتك دلندا؟ تحلق در انا والا انا بديش ما غير نعز بيك تمشي. انا نفس الحكايه اللي عملها ابوه ودارنا ما قبلوش كملت انت. انا 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 حاشي بولدي، انا محرومه من ولدي، انا ويا فرد بليد بتوحشني. جاوبني جاوبني دي بردي وي ولدك قديش هنا ما نرجعوش ما نرجعوش امان. جاوبني وفينا وفين جاوبني. انت مشكلتك في ولدك ما واصل حياتك مع الراجل هذا والا باش تقص حياتك معاه. معاه ما نجمش نواصل معاه. ما تنجمش تواصل معاه. يفتح الستار ولا لا يفتح الستار محمد؟ لا ما يفتحش الولاد. لا 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 يفتح الستار. لا يفتح الستار محمد. شكرا لك. تمنيت ان الامور ما تفاش هكا ولكن يظهر انها صعبه الحكايه، انه هذه المراه تعيش بين القلب وعاطفه الام، صراع بين عاطفه الام وبين القلب، اصعب حاجه. انا نعرف حاسس بيك. شيء ما احب حتى حد يعاونني فيه، لا ابوه ولا دارنا ولا هذا الرجل. ولدي ضاع، انا تو متوحشه ولدي. شوف احيانا شوف شوف هو باش يقولها لك بالم، الم مش بقسوه. احيانا في وسط العائله فما اشياء ما تتصلحش، سمعني. واحيانا نلقاو رواحنا أمام معادلة مرة وصعبة، يا نخسرك الشخص هذاك يا نخسروا عائلة كاملة. أنا تو عرفت هي صعيبة، هي صعيبة نعرف. يا تخسر عائلة يا تخسر ولدك. أنا قاعد بين أمرين. أنا تو أنا تعرف سي عبد الرزاق، أنا ننصحك نعتبر روحي في الشارع توينا. خليك في وضعك مع زوجك حتى تلقى الحل. وإن كان تو هو ربما يتغشش، تو هو صعيب ظاهر صعيب. أنا توا ربما يتغشش، هو ربما يقول لك قالت لي لا وما عادش مهم. سي عبد الرزاق أنا من قلت لي متألم على ولدي، وليت تكتب عليه فلاش على سي عبد الرزاق. أقرا لك أنا. أقرا لي. والله سي عبد الرزاق أنا تعرف شيء، أنا إنسانة مهمة. أنا نعرفك تحب ولدك، تحب ولدك. أنا إنسانة حساسة. أنا عندي قريبتي شو باش نحكي لكم أون بريف بين قوسين. أنا عندي قريبتي نعزها برشا، كلمتني على ولدها. ولدها شنو؟ مرض عقليا. شو ولا يعمل؟ يهدد فيها بالقتل. يهدد في بوه وامه بالقتل. اخر مره ضربوه، يعني ضربوه زرق له عينيه وانسد. جاني البو جاتني الام قالوا لي يا عبد الرزاق راهو يهدد فينا بالقتل. اي تفضل. رغم هو يحبوه، القرار اللي اتخذ انه يزمو يمشي للرازي، البو مش موافق والام مش موافقه، لكن هذاك هو القرار، لانه هذايا مريض وينجم يقتل البو والام. وعدينا حالات تاع المرض هذا وقتلوا بوهم ولا امهم. باهي الحل هذا شنو تعمل؟ تبعث ولدك للرازي ولا ما تبعثوش؟ ريتم صعبه، ريتم صعبه، ولكن الله غالب. احيانا فما مشاكل صعيبه برشا برشا. يلا خلينا نختم معاك بالقصيده اللي على ولدك. انا انسانه موهبه في معنى في الاشعار، نكتب من قبل مني انا صغيره، ومعناها وراجلي ما حبش حتى طلبوني باش نكتب اغاني، معناها موهبتي هكا. أعطيني القصيدة اللي على ولدك، يلا بتشجيع كبير منكم. هاي خلنا نختم بالقصيدة. هاي هي جاني المرسول يما جاء، جاني المرسول يما جاء، ولدي مريض جيبولو الدواء، قال بابا شردني وهذا اللي نوى، الناس ما رحمونا، تعبين في الطريق ما لمونا، وينهي الوسادة الدار ما فيها عبادة، تشتت شملنا وما ثم حد لمنا، أرض ربي كبيرة ووليدي في حيرة، نحكي قصتي ونرسمها تصويرة، هزيته في بطني تسعة ورضعته كانت عشرة، واليوم يقولوا لي خليه البرة، يا ناس مكبرها كلمة صعيبة وممرة، نلوح حظنايا ما يفرحوا بها النهاية، ربي صونا وما ثم حنين دونا. ربي فضل. اسمع يلزمك تو تروح ترجع لي الجمعة الجاية باش تعمل قصيدة على راجلك على محمد. إن شاء الله إن شاء الله. شكرا لك يا رفيقة، شكرا لك. أي ما عندي سؤال خطير قبل الكاميرا تو. تو محمد مشي ماكش مروحة للدار. أنا في الشارع. ومش تمشي تو. في الشارع. يزع. والله يا عبد الله. والله شيء أسوأ. أنا مصدومة. هاي احكي لي ونحن خارجين احكي. مصدومة شنو هي مصدومة؟ ما نعرفش انا ومشي. تصفيقة كبيرة منكم هاي. بعد الفاصل
انتبعوا مع بعضنا حكاية نانا زهرة مرت البو اللي كبرت 12 صغير ووصلتهم لأحسن المراتب. باش تتفاجأ أنت والجمهور. تشنو باش نتفاجأ؟ بابا يزيد على نانا 40 سنة. يب لا 40 وراس خويا العزيز 40 سنة. أنا اللي طلقت عليها نانا. آه سميتها أنت نانا. أنا طلقت عليها نانا. بتبيع ولات مرت بابا. كيفاش باش نعيطولها كيكا باسمها؟ عيب. احنا